حاجاتنا الضرورية والأساسية الشرب والاستحمام. ولكن بتعرفوا كيف بيتم عملية نقل المي لبيوتنا؟ اليوم رح نكتشف كيف بيتم تصنيع الأنابيب البلاستيكية يلي بتنقلنا المي لمنازلنا، وكيف بيتم التخلص من المياه المبتزلة من خلالها. من داخل API، أحد أهم مصانع الأنابيب البلاستيكية بلبنان، رح نشاهد اليوم مراحل عملية إنتاج الأنابيب من بداية التصنيع وصولاً لوقت التسليم. API شبكة واسعة من الشركاء اللي منوثق فيهم بيشاركونا أيما بالابتكار، بالجودة، برد العملاء. ومع هيدا نسعى باستمرار على توسيع قياداتنا لأسواق تصدير إضافية. منبدأ بثلاث أنواع من الأنابيب بتتميز شركة API بصناعتها. أول أنبوب هو البوليبروبيلين أو ما يعرف بالPPRCT، بيتميز بمواصفات أوروبية حتى يتحمل درجة حرارة بتوصل لل 95 درجة مئوية. يستعمل بالبناء لنقل المياه الباردة والساخنة وتطبيقات التدفئة. تاني أنبوب البولي إيتيلين يستعمل لنقل مياه الشرب وري المزروعات ومشاريع البنى التحتية. أما تالت أنبوب فهو أيضاً بولي بروبيلين، لكنه معتمد للصرف الصحي وصرف مياه الشتاء. تبدأ عملية الإنتاج بالمواد الأولية المستوردة من أهم الشركات العالمية، ويلي بدورها بتصنع المواد بحسب المواصفات الأوروبية المطلوبة وبتصدرها للبنان من بعد إخضاعها لفحوصات واختبارات بدول المنشأ. وكل المواد يلي بتوصل على مصنع API بترافقها شهادة مخبرية مفصلة بتأكد على تطابقها مع المواصفات العالمية. وبالرغم من ذلك، بتحرص شركة API على التأكد من نوعية المواد الأولية من خلال إخضاعها للفحوصات بمختبرات API المتقدمة. عند استلام مصنع API للمواد المستوردة، ما بتتم عملية الإنتاج فوراً، إنما بتتحول المواد للمختبر الموجود داخل المصنع، حيث بيتم إجراء فحوصات الذوبان Melt Index والرطوبة عليها للتأكد من تطابق طلب المصنع من المواد المستلمة. نلفت نظركم، المواد الخام المستعملة بمصنع API هي غير قابلة لإعادة التدوير، فصناعة الأنابيب وتجهيزاتها من وصلات وغيرها دقيقة كتير وبتتطلب نوعية مواد معينة. مثل ما ذكرنا، بمصنع API بيتم تصنيع عدة أنواع من الأنابيب، وحسب استخدام كل أنبوب بيتم تحديد صنف المواد الأولية المستعملة. فبعد اجتياز هالمواد الأولية لاختبارات المصنع وقبولها كمواد خام، بيتم نقلها لتبدأ عملية التصنيع من خلال وضع هالمواد داخل آلات البثق أو ما يعرف بالإكستروجن. فهالعملية بتتم من خلال جهاز الكمبيوتر يلي من خلاله ترسل التعليمات لجهاز شفط المواد الأولية بكمية محددة، وبتتفاعل هالمواد مع بعضها عبر التدويب على درجة حرارة مثالية بتمتد بين 200 وال 230 درجة مئوية، علماً إنه إذا كانت الحرارة أقل من هيك بتصير عملية التدويب غير كافية، بحين إذا كانت الحرارة مرتفعة جداً منكون عم نعرض المواد للحرق، وبالتالي الأسطل ما بيخدمنا لفترة طويلة. من بعدها مننتقل لتاني عملية، وهي تبريد الأساطل بالمياه والتفريغ الهوائي لإعطاء الشكل المطلوب وتخفيض حرارتها. وبعد ما تتماسك الأنابيب منكمل عملية التبريد بالمياه فقط حتى نحصل على حرارة مناسبة، ونقدر نحفر بواسطة الليزر على كل دفعة من هالأنابيب الرقم التعريفي أو ما يعرف بلوت، بهدف تمييز كل مجموعة عن التانية. وطبعاً الليزر ما بيأذي الأساطل ولا بيأثر على جودتها أو على المواد الموجودة فيها. أخيراً بيتم عملية قص الأنابيب حسب الطلب بطول بيتراوح بين 4 وال 11 متر فاصلة 8 وبقطر بين 16 وال 250 مليمتر. وطبعاً بيتم تصنيع قسم من أنابيب البوليبروبيلين بمقاسات أكبر من المذكورة لأنابيب نقل المياه والحرارة العالية، وبين 16 وال 630 مليمتر لأنابيب مياه الشرب والري. أما أنابيب الصرف الصحي فبين ال 50 وال 160 مليمتر. ولنقدر نوصل هالأنابيب مع بعضها، نحن بحاجة لوصلات الأنابيب المصنعة داخل قوالب حديدية مصنعة بدورة بشركة API، ويلي بتتم بداخلها عملية حقن المواد السائلة على نحاس المعمول بحسب طلب المصنع وبمواصفات معينة. Thank you.
وكمان مرة بعد انتهاء عملية الإنتاج بيتم إجراء الفحوصات داخل مختبرات API من قبل الخبراء من خلال عملية الضغط على هالأنابيب لاختبار ليونتها، إضافة لعملية الصدم لاختبار قدرة تفاعلها مع العوامل الطبيعية قبل تغليفها ونقلها للمستودع. لأنه هدفنا الجودة والنوعية، طورنا وصنعنا نظام الأنابيب الخاص فينا يلي هو ضمن فئته الوحيد بالعالم يلي أخذ الشهادة الألمانية للمي والغاز من DVGW، وبنفس الوقت متطابق لكل المواصفات العالمية والأوروبية. نذكر منها EN ISO 15874، DIN 8077، 8078، وبنفس الوقت متطابق لنظام إدارة الجودة ISO 9001-2015. كما أنه سياسة المصنع ترتكز بالأساس على المواصفات العالمية لرعاية الموظفين، سلامة العامة وحماية البيئة. بيغطي مستودع API تلت مساحة المصنع وبيتضمن مساحة كافية لتخزين الأنابيب. بالبداية بعد عملية تقطيع الأساطل لقياسات مختلفة بيتم تغليف الأساطل الأخف وزناً من غيرها بطريقة منظمة، ثم رفعها إلى داخل صناديق حديدية مرقمة بحسب مواعيد وقت التسليم. أما الأساطل تقيلة الوزن فبسبب عدم إمكانية حملها بيتم دحرجتها إلى داخل رافعة ضخمة مصممة لحمل وزن من 5 إلى 10 طن. بعد ذلك بيتم عملية نقل الأنابيب إلى داخل الشاحنات الضخمة لنقلها إلى الموزعين. أما بالنسبة لأنابيب الشرب والري وأنابيب البنى التحتية فما بيتم قصها، إنما بتنلف بسبب طولها يلي ممكن يوصل للألف متر قطعة وحدة، وأيضاً بيتم تغليفها. وهلأ الأساطل صارت جاهزة لتتوزع على البيوت والأراضي والمباني وتتركب من قبل عمال API داخل الورش، ليتم بعد ذلك فحصها عبر الضغط عليها تحت إشراف مجاني من قبل الفنيين لدى المصنع، مزودين بتعليمات الخبراء والمهندسين المتخصصين لدى الشركة. بالنسبة للسوق المحلي بتضمن API نظام أنابيب البوليبروبيلين لمدة 50 سنة ضد أي عطل بيصير من جراء المواد الأولية، و15 سنة ضد أي عطل بيصير من جراء التركيب. بالنسبة للموضوع البيئي نحن نعطي الموضوع أهمية قصوى، ومشان هيك استثمرنا بمعدات وآلات صنعت كمان في لبنان حتى نحد من التلوث البيئي ونعالج المياه المبتزلة والنفايات الصادرة من عندنا. بالنسبة لسوق التصدير كمان 15 سنة كفالة أو أي عطل بيصير من جراء المواد الأولية. فعالية الكفالة بتبدأ طبعاً بعد اجتياز الأنابيب لاختبارات الضغط يلي بتنفذ من قبل التقنيين لدى شركة API. بالوقت الحاضر تتوفر منتوجاتنا بكثير من البلدان حول العالم مع عدد من الموزعين موجودين محلياً وعالمياً. وطبعاً عملية الإشراف بتتم قبل إصدار الكفالة، وهيدا شرط أساسي لدى المصنع. الصناعة بلبنان هي هويتنا، ومصنع API تمكن من تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة إلى جانب الصناعة اللبنانية المميزة للأنابيب البلاستيكية. اللبناني بيجهل قيمة القدرات الصناعية داخل بلده، لهيك صنع في لبنان رح يسلط الضوء كل أسبوع على كنز صناعي جديد. ونحن بتطور دائم ومستمر لنكون القدوة، وبكل فخر صنع في لبنان. وبكل فخر صنع في لبنان.